نبدأ النشرة من بريطانيا، حيث بدأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم زيارة رسمية للمملكة المتحدة تستمر يومين، وذلك تلبية لدعوة من جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا. وهذه الصور نتابعها مشاهدين مباشرة من لندن في بداية هذه الزيارة، وهي الأولى التي يقوم بها صاحب السمو رئيس الدولة للمملكة المتحدة منذ زيارة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في العام 89. معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية كان قد أوضح أن دولة الإمارات ستوقع خلال هذه الزيارة اتفاقات للتعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة، أحدها حول تبادل الرأي والتشاور حول القيم والمبادئ العالمية كالاتفاق على تعريف الإرهاب وغيره من المصطلحات السياسية المتعارف عليها والمستجدة. إذن نذكر مشاهدينا بأن هذه الصور هي لزيارة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وهي زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة تستمر ليومين، وذلك تلبية لدعوة من جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا. هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها سموه إلى المملكة المتحدة منذ زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في العام 89. زيارة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى بريطانيا تفتح ملف العلاقات الإماراتية البريطانية والتي تمتد إلى عقود طويلة، وكذلك تؤسس لعلاقات مستقبلية أكثر عمقا وتطورا نتيجة الإمكانات التي يتمتع بها البلدان والرغبة الصادقة في الوصول بها إلى مستويات أكثر تقدما وفق برامج وخطط محددة متفق عليها بين البلدين. وتميزت العلاقات الإماراتية البريطانية على مدى عقود طويلة بعلاقة تبادلية توطدت بشكل كبير مع قيام اتحاد دولة الإمارات في 2 ديسمبر عام 1971، وبقيت هذه العلاقة حتى الآن تتجدد كل فترة لتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين. ومتابعة لزيارة رئيس الدولة إلى بريطانيا ينضم إلينا مراسلنا من لندن ديار العمري. ديار، ماذا على جدول زيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى بريطانيا؟ اللقاء الأول هو مع الملكة إليزابيث، وهو لقاء بروتوكولي سيكون ابتدأ الآن، كان في الساعة 11 بتوقيت العاصمة البريطانية لندن، وكان في قصر وينزر الذي يبعد قرابة ساعة ونصف عن العاصمة البريطانية. هذا اللقاء سيكون لقاء بروتوكولي تشريفي، بعد ذلك يعقبه غداء أيضا البروتوكولي، وبعد ذلك يتجه سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والملكة إليزابيث في العربة الملكية الخاصة للتجول في تلك المنطقة، بعد ذلك سيذهب الوفد الإماراتي إلى ويستمنستر. ديار سأقاطعك للحظة، ابقى معنا سنتابع هذا الحديث والتفاصيل، لكننا نتابع في هذه الأثناء في هذه اللحظة وصول صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لمصافحة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا. إذن في هذه اللحظة ستبدأ مراسم استقبال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى المملكة المتحدة، وفي مقدمة المستقبلين الملكة إليزابيث الثانية. ديار، أتابع الحديث معك، نتحدث عن جدول هذه الزيارة التاريخية لصاحب السمو رئيس الدولة إلى المملكة المتحدة. نعم، بعد انتهاء هذا اللقاء سيكون هناك كما قلت غداء خاص، ويتوجه بعدها الوفد الإماراتي إلى ويستمنستر أبي لغرض وضع إكليل من الزهور على ضريح الجنود البريطانيين. وبعد ذلك هناك لقاء خاص مع ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني هنا خلفي في 10 داونينج ستريت حيث المقر الرئيسي له، حيث سيتم التباحث بعدد من المسائل السياسية والاقتصادية. طبعا
الجانب الاقتصادي يشغل الحيز الأكبر من هذه الزيارة. هناك علاقات تجارية واقتصادية كبيرة بين البلدين تعود إلى عشرات السنين، وهذا حجم التبادل التجاري قد وصل إلى 70 مليار درهم إماراتي بحلول العام 2015، أي سيصل إلى هذا الرقم، وهذا رقم كبير. هناك أيضا العديد من الشركات البريطانية، قد وصل عددها إلى 5000 شركة بريطانية، وهناك أكثر من 100 ألف مواطن بريطاني مقيم في دولة الإمارات. الاستثمارات الإماراتية الآن بلغت 5 مليارات جنيه استرليني، وهي استثمارات كبيرة حجم. بالتأكيد أن الاستثمارات الإماراتية حقيقة تشكل الجانب والثقل الرئيسي في اقتصاد بريطانيا. مشاهدينا، لازلنا نتابع هذه اللقطات المباشرة. إذن مشاهدينا، هذه اللقطات المباشرة تصلنا من المملكة المتحدة ومراسم استقبال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وفي مقدمة مستقبليه هناك الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا. أذكر بأن رئيس الدولة يزور بريطانيا في زيارة رسمية، هي الأولى من نوعها كزيارة رسمية منذ زيارة الشيخ زايد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والتي كانت في العام 59. ولحظة وصول رئيس الدولة إلى قصر بكنغهام جرت مراسم الاستقبال وعزف السلام الوطني الإماراتي. إذن هذه الزيارة الاستثنائية بكل المقاييس تأتي لتدعم العلاقات التاريخية بين البلدين وتعبر عن عمق العلاقات المشتركة بين القيادتين والشعبين. وهذه الزيارة ستكون حافلة بالعديد من الموضوعات التي تهم البلدين، خصوصا المتعلقة بالسلام في منطقة الشرق الأوسط والتعاون بين دولتي الإمارات والمملكة المتحدة، إلى جانب بحث المجالات الأخرى المتعلقة بدعم وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وكذلك الاستثمارية والصحة والتعليم.
ونعود مرة جديدة إلى مراسلنا ديار العمري. ديار، في إطار هذه الزيارة التي وصفت بالتاريخية لرئيس الدولة إلى المملكة المتحدة، ما هي أبرز الاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال هذه الزيارة؟ يعني هناك العديد من الاتفاقيات لم يتم الإفصاح عن خصوصا من قبل الجانب البريطاني عنها، لكن هناك اتفاقية مع أن الإمارات ستوقع مع بنك الاستثمار الأخضر البريطاني والمتخصص في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، وهي اتفاقية تعاون طويلة الأمد قد تصل إلى عدد إلى 20 عام، وهذه الاتفاقية هي اتفاقية مهمة جدا. هناك أيضا الجانب البريطاني يعول كثيرا على حجم الاستثمارات الإماراتية وحجم التبادل التجاري مع دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا بريطانيا تعاني الآن من عجز كبير وركود في اقتصادها، هي بذلك تفتح آفاق جديدة في تعاونها وزيادة حجم التعاون ومساحة التعاون مع دولة الإمارات العربية. الاستثمار الإماراتي كما قلت وصل إلى 5 مليارات جنيه استرليني، وهي استثمارات كبيرة. هناك استثمارات أخرى في مجالات الرياضة كما حدث مع نادي مانشستر سيتي والآن في عام 2008، والذي أصبح الآن هو من أفضل الأندية في بريطانيا. الاستثمارات الإماراتية دائما هي التي ربما ترجح كفة وتنقذ الاقتصاد البريطاني من هذا العجز. هناك أيضا اهتمام بريطاني في دفع هذا العجز إلى مساحات أخرى، وأيضا من خلال مد جسور كاملة مع دولة الإمارات العربية والتركيز على أن هذه العلاقات هي علاقات تاريخية مبنية على أسس استراتيجية. وربما قد يصف البعض العلاقة بين بريطانيا ودولة الإمارات بأنها تحالف استراتيجي يزداد رسوخا. نعم ديار، أخبرنا يعني عن مظاهر الترحيب بصاحب السمو رئيس الدولة. يعني كان هناك وجود العلم الإماراتي جنبا إلى جنب مع العلم البريطاني، أخبرنا عن هذه المظاهر. يعني الآن أنا قف في 10 داونينج ستريت، هو مقر رئيس الوزراء البريطاني على الجانب القريب من هذا المبنى. وهو شارع الموكب الذي يؤدي إلى قصر باكنغهام، قصر الملكة وقصر الرئيس. هناك أعلام إماراتية وبريطانية يزدان بها هذا الشارع. هناك أيضا بجانب من قصر وينزور الذي يبعد مسافة عن العاصمة لندن، هناك بعض من المظاهر الاحتفالية للترحيب بقدوم سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. المظاهر الأخرى هي اهتمام الصحف البريطانية بهذه الزيارة، ووصل بأنها تاريخية وأنها سيتم من خلالها طرح عدد من الملفات التي تعتبرها بريطانيا ودولة الإمارات ملفات ذات اهتمام مشترك وذات مصلحة إقليمية ودولية هامة. نعم، شكرا جزيلا لك مراسلنا ديار العمري، حدثنا مباشرة من لندن.